الفريق الاستقلالي للوحده والتعادليه السيد قادة الكبير، فانت قائد. تفضل. نستمعوا للسيد قادة الكبير باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيد الرئيس المحترم، السادة الوزراء المحترمون، سيدات السادة النواب المحترمون، السادة النواب في الخطوط الأخيرة. بداية لابد من الإشارة إلى أن القطاعات الاجتماعية التي نناقش ميزانيتها الفرعية الآن لها أهمية بالغة وتهم شريحة واسعة من الشعب المغربي الذي يعاني بطبيعة الحال من الفقر والتهميش، ولذلك كان لابد من إبداء رأينا في هذه القطاعات. وبالمناسبة أشكر جميع الفرق التي تنازلت عن حقها، وبالتالي أتحت لنا المجال للكلام في هذه القطاعات. فعلى مستوى قطاع الصحة السيد الرئيس، نسجل وبكل أسف تردي خدمات القطاع وواقع الاختلالات التي تشوبه، ولعل وقوف المجلس الأعلى للحسابات على مجموعة من الملاحظات أكبر دليل على أن الصحة تعاني من أمراض مزمنة متراكمة. شيء ما من الاحترام عندما يتدخل أحد زملائكم، وهو ما نجده يتكرر في التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، خاصة ما يتعلق بسوء تدبير مخزون الأدوية والمواد الصيدلية الذي ينتج عنه ارتفاع في تكاليف ميزانية الأدوية للوزارة، بالإضافة إلى ملاحظة أخرى وقفنا عندها بشكل دقيق داخل اللجنة. وهذا يدل على أن الوزارة لم تحرك ساكناً لتجاوز هذه الاختلالات والمعضلات التي تشل الخدمات الصحية ببلادنا. لقد شكلت التغطية الصحية الشاملة وسيلة وهدفاً لتحقيق العدالة الاجتماعية المرجوة، لكن يؤسفنا تقاعس الحكومة في تنزيل النصوص التطبيقية لمجموعة من القوانين التي صادق عليها البرلمان، والمرتبطة أساساً بتفعيل التغطية الصحية وتعميمها على فئات المستقلين والمهن الحرة وفئات الأجراء، وهو أمر ينطبق أيضاً على نظام التغطية الصحية راميد. وما وصله هذا النظام، لأنه كان من المقرر أن هذا النظام يغطي 7 مليون من المواطنين المغاربة، الآن الحكومة تعلن أنه وصل 14 مليون نسمة الذين يستفيدون من النظام. فهذا يعني أنه بدلاً كما جاء على لسان الحكومة من أن يعني ننقص من هذا العدد، أصبحنا في تزايد، بل تضاعف العدد، مما يعني أن الفقر يتزايد وأن الهشاشة تتزايد كذلك. كما لا تفوتنا الفرصة لنعرج على الوضعية الكارثية للمستعجلات، والتي تعرف مجموعة من الإشكالات من نقص في الأطر الطبية وشبه الطبية والخصائص المهول على مستوى أطباء التخصص وسيارات الإسعاف غير المجهزة، ونقص حاد في الموارد البشرية، وضعف مخزون الدم وغياب الأدوية ومادة الأكسجين، وضع متردٍ
بسبب المفارقة الكبيرة بين العرض والطلب. لذلك السيد الوزير نرى أن وضعية المستعجلات لا بد من جعلها ضمن أولوياتكم لتحسينها باعتبارها واجهة القطاع الأولي التي تقيس نجاح السياسة الصحية. بالنسبة لقطاع التعليم، فإن وضعية هذا القطاع ببلادنا تدعو لكثير من القلق، قلق يعززه اقتناعنا الكبير أن لا مستقبل لوطننا إلا بالاستثمار في العنصر البشري، وهو ما لا تحققه بكل أسف منظومة التعليم الوطنية، حيث أصبحت المدرسة العمومية على هامش التنمية، ولم تعد تلك البوابة التي تحقق الارتقاء الاجتماعي، بل إننا أصبحنا اليوم وأمام انتشار التعليم الخاص أمام تعليم طبقي جديد. وهنا يلزم أن ننبه الحكومة أن اعتمادها نظام التعاقد في قطاع التعليم يضر بالمنظومة في الجوهر، على اعتبار أن نساء ورجال التعليم هم عماد إصلاح منشود. وكيف يمكن أن نتقبل أن تدرج ميزانية الأساتذة ضمن النفقات والمعدات المختلفة؟ لذلك فإن إحدى الأولويات هي إعادة الاعتبار لنساء ورجال التعليم وضمان كل الظروف المادية والقانونية لأداء مهامهم الوطنية في أحسن الظروف. وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة للتعليم المدرسي، فإن قطاع التكوين المهني لا زال يرزح تحت وطأة مشاكل بنيوية، بالرغم من الرعاية الملكية الكبيرة لهذا القطاع الذي دعا جلالته إلى جعله قاطرة للتنمية المستدامة. وباقتضاب جديد، لا زالت شبكات المؤسسات التكوينية مركزة في جهات بعينها، في حين تفتقر أقاليم كثيرة لمؤسسات متخصصة في التكوين المهني، خاصة تلك التخصصات المطلوبة في سوق الشغل. وبالنسبة لقطاع التضامن والمرأة، فيؤسفنا السيد الرئيس أن نجدد تنبيه الحكومة إلى عدد من الظواهر الاجتماعية التي أصبحنا نعيشها بكل أسف داخل المجتمع المغربي، من مسنين مهملين وأطفال شوارع واغتصابات وتعنيف للمرأة ومظاهر اجتماعية عديدة يندى لها الجبين، تجعلنا نحن إلى موروثنا الثقافي ومقاصد مجتمعنا المغربي المبني على التضامن والتكافل الذي أبانت عليه أجيال متعاقبة. وفي هذا الصدد، إننا ندعو الحكومة للبحث عن سبل إعادة الاعتبار للأسرة المغربية، لكي تكون موضوع ورش وطني يشارك فيه الجميع، حكومة وبرلمانا وإعلاما ومجتمعا مدنيا، لبحث إشكالية التأطير وتقليص هذه الظواهر. وهذا يحيلنا للتساؤل عن الغاية من مجموعة من القوانين الصادرة عن البرلمان، ونذكر على وجه الخصوص المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة الذي لم يتم تفعيله إلى غاية اليوم، إضافة إلى قانون مؤسسات الرعايات الاجتماعية، سواء منه القانون 1405 أو القانون 65-15 لذين صادق عليهما البرلمان. بالنسبة للمعاقين، فإن فئات ذوي الاحتياجات الخاصة في يعانون من ظلم السياسات التي تعمق إقصاءهم وتهميشهم، ومن شح الموارد المخصصة للنهوض بأوضاعهم. لذا نأمل أن تسرع
أن تسرع الحكومة في إخراج بطاقة المعاق وتفعيل مناصب الشغل المخصصة لهم وتوسيع الولوجيات داخل المؤسسات والمرافق العمومية لتسيير استفادتهم من الخدمات، إضافة إلى ضرورة تقديم إعانات لأسرهم لتشجيعهم على احتضانهم وتكوين مربيات خاصة لذوي إعاقة التوحد. بالنسبة لقطاع الشغل والإدماج المهني، فإن معضلة البطالة السيد الرئيس أصبحت تنخر آمال وطموحات الشباب المغربي، هذا الشباب المعول عليه لرفع رهان المستقبل، والأمر يتفاقم بنسبة خطيرة لدرجة أصبح فيها الشباب يعبر عن تذمره في المحافل الكروية والرياضية بشعارات خطيرة يرفعها هؤلاء، ما هي إلا تنبيه للحكومة لتتدخل بحزم لمعالجة الإشكالات وتوفير فرص الشغل كحق دستوري. ولأن التقاء لا تأتي إلا بالإجراءات الملموسة بدل الشعارات الرنانة، فإننا نعبر وبكل أسف عن امتعاضنا من الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي وعدت من خلالها الحكومة بخلق 1,200,000 منصب شغل خلال 4 سنوات في الوقت الذي لا تمكن معدلات النمو المحققة إلا من خلق 66,000 منصب شغل بدل 300,000 منصب شغل سنوياً كما وعدت به الحكومة. كما أننا نسجل الغياب التام للوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات في العديد من المناطق القروية، كذلك الأمر بالنسبة لمفتشيات التشغيل التي توجد فقط على مستوى الجهات، وبالتالي فإنها لا تغطي جميع أقاليم الجهة، وهذا راجع إلى أن الوزارة لا تتوفر على تمثيليات على مستوى الأقاليم داخل الجهة. وبالنسبة لقطاع الشباب والريادة، فإن قطاع الشباب والريادة يحظى باهتمام كبير داخل الفريق، ولهذا فأول ملاحظتنا هي ضعف الميزانية المخصصة للقطاع والتي نجزم على أنها لن تفي بالأهداف والمخططات المسطرة. كما لا تفوتني الفرصة لتنبيه الحكومة بخطورة وضعية الشباب بالعالم القروي والمناطق النائية التي تعرف غياباً أو تعرف تغييباً للسياسات العمومية المتعلقة بالشباب والريادة على حد سواء، شباب لا يجد أمامه سوى الهجرة نحو المدن الكبرى، وهو ما يزيد من تعميق الإشكالية ومن أزماته. لهذا ندعو الحكومة في هذا الإطار إلى تبني سياسة القرب عند برمجتها لمختلف البرامج والمخططات. يبقى بطبيعة الحال فقط بالنسبة لقطاع الثقافة، فإننا نسجل وبكل أسف استمرار الحكومة الحالية في اعتبار قطاع الثقافة عبئاً ميزانيتياً صرفاً يجانب المسار الذي تنحو إليه الدول المتقدمة في هذا المجال، حيث لم تتجاوز ميزانية هذا القطاع برسم سنة 2020 782 مليون درهم، 330 منها فقط للاستثمار، وهو رقم بعيد جدا عن المتوسط العالمي للثقافة الذي يتجاوز 2.5% على المستوى العالمي، بينما لن يتجاوز 0.5% من الميزانية العامة للدولة ببلادنا شأن البحث العلمي. ستبقى السيد الرئيس الثقافة في عهد هذه الحكومة تكرس لمزيد من الاندحار الثقافي، وسترسخ مزيداً من الاستلاب الثقافي
شكرا سيد النائب، شكرا. الفريق الحركي هل لكم رغبة في أخذ الكلمة؟ سي عبد الرحمن العمري تفضل. شكرا.